تشويش. تحسين المدارس قربت؟ ايه احس المدارس قربت. ايه المدارس قربت يا سهوري، وش نسوي؟ ليش ما رحين نجهز للمدرسة؟ ايه صج، خلينا نروح نجهز للمدرسة. يلا خلينا نروح. اوكي يلا، شوتش نروح بكرة. يلا بكرة خلينا نروح عشان نجهز نشتري أغراض المدرسة. تمام. حنون حماسي مليون، والله أنا بعد حماسي مليون أكثر من بلايين حماسي. والله راح أول يوم مدرسة. يلا حنون روح أروح أنام. يلا حتى أنا بروح ما بنمات شيرام شي، خلينا نبدل نلبس بيجامة وروح نروح ننام. صباح الخير حنان. صباح الخير سهوري. اليوم بنروح السوق صح؟ اليوم بنروح السوق. يلا نفطر. يلا خلينا نفطر عشان نروح السوق. صراحة أنا ما بدلت كنت مثلاً. عادي يلا نفطر. اوكي يلا بسم الله مرحبا أكتف نفطر. الأكل الشهي يا أختي سهوري، وايد لذيذ صراحة، حبيت الأكل. يام 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 يام، شكرا أختي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، عفوا بسم الله. خلي أكل الشاورما والنقانة، الله عليه والنبي. الحمد لله شباب، أختي بروح ببدل وأجهز عشان نروح السوق. يلا أختي أنا بروح عشان نروح السوق ببدل. الله خلي أروح. يلا لا 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 أختي. يلا يلا حنا عشان ما نتأخر. يلا صوت هذا. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يلا بسم الله مشينا. بسم الله الرحمن الرحيم نروح. يلا بسم الله خلينا نروح البنك عشان نطلع فلوس. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خلينا نروح نطلع من البنك فلوس عشان يلا بسم الله طلعت لي الدينار. خلينا نطلع مثل الدينار عشان يلا خلينا نروح الحين. يلا يلا خلينا نروح. الله في تخفيضات يا أختي. إيه سهوري فوج في تخفيضات. خلينا ناخذ ملابس مدرسة هني. يلا بسم الله نختار بسايز هذي. أيوة يلا يلا عطني الأبيض. يلا يلا حنون كملت أنا. أيوة أنا ما كملت. يلا مشي خلينا نروح السيارة بركية. يعني أنت وين رح وين رايحة؟ يلا يلا نكتب عشان نشتري كتب والدفاتر. أوكي نشتري دفاتر. الدفاتر صح نسيت. يلا خلينا خذ. يلا خلينا خذ أنا بدفاتر ترى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أبي A4. أبي فقر بعد. إيه هو سبراي. يلا خلصت مشاي. يلا حنون كملت كل شيء أنا الحمد لله. حتى أنا يلا الحمد لله. يلا مشي. يلا خلينا مشي. بسم الله الرحمن الرحيم. حنون إيش رأيك ناخذ كوفي؟ أوكي أنا أبي كوفي وأبي بسكويت. يا شكرا. والله صراحة لذيذ الستاربكس اللي هو يسمونه ما يسمونه بالكوفي. يامي. الله صراحة. يلا حنا نروح البيت. يا خير على آخر رقابة. غصي آخر ساعة. آخر شيء بس يلا. الله يحماك. يلا خلاص. يلا يلا خلينا نروح. يلا يلا خلينا نروح. بسم الله الحمد لله خلصنا والحين نروح البيت. يلا حنون نروح البيت عشان ما نتأخر. يلا خلينا نروح. نروح مع الحلويات نشتري حق مدرسة حلويات.
يلا اوكي خلينا نروح. يلا خلينا نروح. ابشتري مره كثير حلويات حق المدارس صراحه، بحط فرنج بوكسي. الله وصلنا يم بيتنا، الله صراحه رهيب محل الحلويات. يلا ابشتري من هون، الله رهيب صراحه. باخذ بوكس كامل اختي، يا عادي اخذي اي شيء. احكي ابي 20 حلاوه بوكس حق لانش بوكس، يعني ابي احطهم. اعطيني شيء حلاوه لانش. اوكي اعطيكم حلويات اللي عندي، عندي احلى من احلى حلويات. الله شكرا، احب هاي البوكس صراحه اللي بتحبون تحطون فيه حلويات، شكرا لكم. يلا يلا زهوري اختي وشاي. الله حلويات اللي بحط في الانج بوكس بحرك اصدقائي. يلا اختي يا هي سبرايرات تعالى. يلا اختي انا بروح فوق وبحط الاغراض طاية. اوكي يلا 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 بروح. اهلا 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 حنان وينك؟ اهلا نور. بحط اللاي وباي بس وبدل اتصخ العطاء. راح البس ملابس وراح يفطر، بس ملابس عباية صراحة. تمام تمام اختي، بكرة مدرسة حماس. تعبت يا اختي زهوري، حطيت اغراض كلها وتعبت. اوف يلا خليني الحين احطها واحد واحد في كبت وارتبها. اوكي اوكي يلا انا بروح برتب غرفتي بعد. اوف يا ربي يلا خليني ارتب. حنان حنان تعالي غرفتي شوي. اوكي اوكي هيا خذي يلا. نعم يا ربي وش ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفي ايش ده، اخ تعب يا ربي احد يساعدنا. اغراض كلها على راسنا، نركب نركب. اخ يا ربي يلا خليني احط هاي كل الاغراض. اعوذ بالله يلا بحط الجوتي مي. تعبت والله صراحة. ايه حنون فجأة انا بعد تعبت والله. اخيرا خلصت، اعوذ بالله اخيرا هاي اخر بوكس وخلصت. يلا خلصت يلا خليني انام وعشان بكرة اقوم حق المدرسة. بسم الله يلا بنام اختي. يلا يلا ساعة 4 بصير الحين، يلا خليني اجهز عشان نجهز لانج بوكس مالنا. اي اي اوكي يلا 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 بسرعة. يلا خليني اروح حمام واتسبح عشان ما اطلع مريحة خايفة. يلا بسم الله راح الحمام. خليني لبست الملابس بالعباية، خليني اروح. يلا بسم الله توكلنا على الله لا حول قوة الا بالله، توكلنا على الله لا حول قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يلا خليني اروح في خرب بطيخ. يلا يا شبيك يلا خليني نروح. لا لا لازم ناكل هاي ال لازم نتسوق. اوكي نسيت والله يا بسم الله ناكل. يم 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 يم. خلاص الحمد لله شبعت اختي. يلا خلينا نروح نتأخر. يلا 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 بسم الله. الباص جاء يلا احنا ركبي. يلا اي صدق يلا بسم الله توكلنا. يلا خلينا نروح المدرسة. لا 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 الشنطة فقدت مرة. اخ انا عطلنا كتب مرة مرة قوية، يا ربي مين يعطي 50 كتب. يلا خليني اروح بسم الله الرحمن الرحيم. فسخت الحجاب يلا خليني اروح الصف. خليني لما العباية ما يصير نلبسها الصف من جديد فسختها. يلا الحين خليني اروح مرة الحين.
خلاص نبدأ الحصة. وين الأبلات؟ وين المعلومات؟ لحين ما ياو. أعود بدأ دخل الصف الثاني بالقلب. بنات تعالوا حصة سباحة بسرعة يلا. أوكي معلومة راح نحن بدل وراح نلج. يلا خير الحمام وأبدل بسرعة عشان الأستاذة تكون سباحة بدل هي. لا هاي يلا خير بدل هون خلاص سباحة. يا أخي أنا بدلت يلا خير خليني أروح. بنات كل واحد يربط شعره لأنه ما يصير تفتحون شعركم وتدللونه في الماء لأنه ما تقدرون تشوفونه. اوكي استاذة يلا بسم الله ماشيين. بنات كل واحد توقف على موقفها عشان راح اقول واحد اثنين ثلاثة. يا ربي قصير مرة غزير صراحة يا جماعة قصير. الحين أخاف ما مرة كان في دفارة بعد الله حبيت أسبح. خلي أفضل سناخ الحين. أوف يا خلاص تعبت خلي أطلق الزهوري. أنا راح أروح أستحمم خلاص يعني. قبل معلمة عاد أنا مريضة شوي عادي أروح أصف شوي. يا عادي روح روح يا أخي أروح الصف وبدل. هاي إذا حبيتوا الفيديو اليوم وبس باي. نحبكم وايد يا جماعة. وإذا اليوم حبيتوا الفلوج مال الفيديو مرة صغير هاي كان يعني صراحة إن هاي يوم كانت مدرسة اليوم أول يوم مدرسة كان إحساسنا مرة يعني يخوف كذي. أول ما دخلنا إحنا القاعة الصف دخلنا الصف إحساسنا كان يعني مرة يعني كذي يخوف وهنن ما نفس الشيء. ويا وانتوا لايك واشتراك حبكم باي يا جماعة نحبكم وايد. هاي زهور تقول أنا بكون نحساس أمانة كنت دخلت الصف في الحقيقة كان أول يوم كان يعني إحساس يخوف حتى في الهني في اللعبة في الإحساس يخوف مرة. وقولوا في التعليقات هل أنت خفتوا؟ ولا لا أول يوم صراحة أنا خفت أول شيء إحساسي وبعدين لما رحت سويت مرة أصحاب كثيرة وأحبكم وايد. أنا الخوف كله راح منكم يا جماعة. أنا يعني كنت أخاف طبعا أول يوم أروح إحساسي كان يخوف اللي تحسونه أول يوم. أنا حسيتها ولا حبيتوا هالبلوج اللي انا سويته الفيديو مرة كثير شفتوا يعني شفتوا انتوا. باي مع السلامة حبكم وايد.